خلي تتصور باش نجمع ديالي باش تبيهم. بغيتو تاكلوا كلشي بالزربه ولا ما تاكلوش؟ لا لا عاد غادي نشوف انا بسم الله. وخلي ولا الكذبه بعد عاد تصوير. واحد المسمنه هانتوما تبارك الله. هيا بلعب. حلول بسم الله صندوق منو وعامر تبارك الله بالخليه. المكونات اللي غادي خصونا عندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق الابيض، 150 غرام ديال الدقيق الفينو. كنحاول ندير غير النصف باش نقدر نتحكم في العجين وما يتقطعش. عندي معلقه صغيره ديال الملحه او 4 غرام، وراس معلقه ديال الخميره ديال العجين سواء كانت الفوريه او المعجونه. غادي نستعملوا الخليع اللي هو باللحم ديالو، وغادي نستعملوا اكريش. اكريش هو يعني داك التخت ديال الخليع، ولكن كنستعملوه في الملاوي كيجي رائع رائع، وحتى البنه ديالو ما غاديش تستغناو عليها في هذا رمضان ان شاء الله. اول حاجه غادي ندير، انا غادي نعجن هذا العجين ديال المسمن. الماء درت هنا 250 غرام. نشوف واش غادي يقدني ولا لا. راه حنا كنمشيو على حسب القوام ديال العجين. انا غادي نعجنو في الترموميكس او في العجانه، او تعجنوه بيديكم، كاين عندكم الاختيار. المهم العجينه تدلك مزيان ونوصلوا القوام اللي بغينا. العجينه هي عجنتها، شفتوا القوام ديالها. انا 250 غرام ديال الماء ما قدتنيش، زدت واحد 30 غرام يعني 280. نتوما عجنتها تدلكات مزيان. الماء باش عجنت الماء عادي ديال الروبيني. دابا انا درتها في كسيعه مدهونه بالزيت ودهنتها من الفوق بالزيت، وغادي نخلي العجينه ترتاح على الاقل واحد ساعه د المكانه. ممكن تعجنوها بالليل وتخليوها تبات. راه العجينه ديال المسمن ممكن تبات، راه كترخى وكتعطي الطعم اكثر. نغطيها بالسلوفان عاد نخليها ترتاح. المسمن ديالي من بعد ما دوز ساعه د المكانه او اكثر، هانتوما ترخات العجين. غادي نقطعها قطع صغيره، كويرات صغيره. بسم الله. هانتوما كويرات عزوار. نكور كلشي العجين ونغطيها ثاني ونخليها ترتاح. العجينه هي درتها كلها كويرات ونخليها ترتاح واحد 15 دقيقه عاد نبدا نسرح فيهم. من بعد ما خلينا الكويرات ديال العجينه كترتاح، دابا غادي نجل هذا الخليع. كيفاش غادي نستعمل؟ انا ما كنديروش بالشحمه ديالو، كنحيد ديك الشحمه لان الملاويات ديالنا غادي يجيو مدمين بزاف. انا كنتفاداو هذيك المساله. هذا دابا اكريش، هانتوما ما فيش ديك الشحمه نقصتها، خليت غير هاد التخت هو اللي غادي نستعمل. اشنو كندير؟ كنديرو كامل هنايا في واحد الانيه، ما كنسرحش بالشحمه ديالو، انا حاولت نحيدها ما امكن. هادي زيت المائده، زيت المائده هي اللي كنهز، كنزيدها على هاد اكريش غير واحد الكميه. نقول تقريبا درت واحد نص كاس ديال زيت المائده. نخلط، انتوما شفتوا هاد القوام كيف ولا. دابا نقدر نهزو بكل سهوله. خاص اللحم ديال الخليع نقطعوها مزيان بالمقص، تكون قطع صغيره ومفرسته. كنقدر نوزعوها على العجين بكل سهوله. كنحلها وكنزيدها على اكريش، كنزيد هاد اللحيمات على اكريش، ونحاول ما نديرش الشحمه ديال الخليع. اللي بغى يستعمل هذاك الخليع اللي في الزيت الزيتون يستعمله، كيجي مزيان حتى هو، ولكن انا كنفضل هذا لان كيكون فيه المذاق احسن. لان ملي كتكون هذيك الشحمه راه كيكون شد البنه وداك التوابل اللي كنطيبوا بهم الخليع. دابا حضرت الخليط اللي غادي ندير في وسط العجين ديال الملاويات. كندهن البلاصه، كنستعمل زيت المائده. هاوما شفتو العجينه كيفاش ترخات. كنحاول نسرحها طولي، هانتوما عاطياني الطعم هذا الخليط.
كتجي ساهله في التصراف. دابا كنستعملش الزيت بزاف غير داكشي اللي دهنت به الطبله، لان هاد الخليع راه فيه ليدان. بسم الله كنحاول نسرح، وفي نفس الوقت الا كانوا عندي اللحيمات نقطعهم، ما نخليهمش قاصحين بزاف باش ما يقطعوش ليا العجين. ما كنديرش في الجناب كلهم، انا كندير غير هنا في الوسط، علاش؟ لان بغيت سميتو هذا الملوي ديالو ما يجيش متقد بحال الا كنذوب ليه العجينه. كنشيل هنا من الراس، وفي الاخير كندير هادو كندخلهم للجناب. ودابا غادي نحطهم يترخاو، ضروري خصهم يرتاحوا باش يترخاو ويعطونا الطوع باش نقدروا نسرحوهم. نعاود ثاني مع قدامكم واحده اخرى، كنسرح غير الطبله، ما كنعاودش نزيد الزيت على العجين. طريفات ديال الحيمات نحطهم نوزعهم بالتساوي. وكنعاود نثني، وكتكون ديك البلاصه اللي محطوطه عليها الحشوه هي اللي غادي تجي في الداخل، باش تجي محميه في الداخل، مجموعه في الداخل. ونجي للراس كيف القاعده ونبقى ندور. انا كندير هذه هي الطريقه ديالي كتنجح فيها الملاوي، كيجي رائع، كيجي زعما هذا هو اللي مطلوب عندي دائما رمضان. طبلة رمضان ضروري يكون هذا المسمن الخليع زائد المسمن ديال الطون والحار اللي كنت سبق ليا وحطيته لكم. غادي نكمل انا بهذه الطريقه حتى نسرح الملاوي كله. كنمسحو الطبلة ديالي كنمسحها من الزيت، كنجيب شويه ديال دقيق الفينو اللي استعملت في العجين، ندير هنا في الطبله ديالي شويه ديال الدقيق ونحط عليه الملاويه ونعاود نديرها من الفوق. علاش انا كنستعمل هاد الدقيق الفينو؟ حيت كيشرب داك الزيت وداك ليدام ديال الخليع كيشربوا، ما كيخليش لينا الملاويه ميدمة. هي اللي هذا عنده دور مهم في هاد الملاويات، وكنقرصوا الملاويات كلهم ديالنا بهذه الطريقه فوق الدقيق ديال الفينو. نعاود وحده اخرى، كندير دقيق الفينو في الطبله، كنهز الملاويه ونعاود كلها نرشها بالدقيق ونقرصها به. عنده دور مهم هذا الدقيق، هو اللي كيشرب داك ليدام وما كيخليش لينا الملاويه تكون مدمه بالشحمه ديال الخليع. الداخل ما نخليوش الوسط غليظ، حيت خصها تكون متساويه في الدكراس، وما نرققوهاش بزاف لان باش نلقاو كيفاش نحلوها من بعد ما طيب. هانتوما شفتوا هاد الملاويات نقدروا ندخلهم المجمد ونحتفظوا بهم، نصوبوا كميه وفيره، يعني نديروا نهار غير ديال هاد الملاوي ونحتفظوا به في المجمد، وكل مره نخرجوا عدد القطع اللي بغينا نستعملو. المقله هي درناها كتسخن، ما غاديش ندهنها بالزيت، كنديروا الملاويات ديالنا نيشان. انا عطيتكم الاسرار ديال النجاح الملوي ديال الخليع. شفتوا المقله بدات كتطلق ليدام، الملويه اللي شفتوا بداو كتطلق ليدام ديالها، ما نحتاجوش ندهنو بالزيت. العافيه نخليوها متوسطه.
هانتوما شفتوا ديك شويه ديال الخميره اللي درت كينفخوا شي شويه. الخميره علاش انا كنديرها؟ كتسهل الهضم ديال هذا المسمن او الملون. انا كان من الحوايج اللي ضروريين عندي هي الخميره تكون واخا غير ديك القبصه بقي شويه الضرب في الملاوي او المسمن. هانتوما دابا بقى لي دابا يتبع الوجه الثاني واحد 3 دقائق. هما الملويات ديالنا طابو. كول من بعد ما كيطيبو نمسحو المقلا هو الاول. ضروري نمسحو باش ديما المسمن او الملاوي ديالنا يبقى نقي. العافيه ديما او النار تكون ديما هادئه، تكون العافيه خفيفه يطيب في الطاق باش يطيبو لينا متساويين ما يتحكوش. ومره مره كندوروهم حيت ما مدهناش المقلى، كنبقاو غير ليبان اللي غادي يطلقو لينا هاد الملاويات. الملاويات خصنا نحلو، سو إيه تحل هانتوما، سخوان نخليهم يبردو شي شوية. أو ما تنفخو شتو طلعو مزيان، ثم ضروري تنفخو لينا هانتوما. دابا تحمرو مزيان مقادين في اللون، ثم يكون اللون ديالهم قاد هانتوما، ثم ضروري تنفخو لينا هاكا يجيو مفشفشين في الداخل. داكشي شتو ملي كيرتاحو كيعطيو طوعو كيتنفخو كيجيو هشاش من الداخل. النتيجة النهائية ها الملاوي ديالنا واجدين، الملاوي بالخلع. ساليتو التصوير باش نجمع ديالي باش تخبيهم، راه غادي تاكلو كلشي بالزربة. راه لا لا غادي نشوف انا بسم الله. وخلي ولاد كبروا بعد عاد التصوير. المسمنة هانتوما تبارك الله. هيا الملاوي. محلول بسم الله صندوقو منو. وعامر تبارك الله بالخلع، وراه تيجي هاد المسمن ديال الخلع. معياتي يا سلام، وستو مع الفطور ديال رمضان. من الوصفات من المسمن اللي ديما خصو يكون في الطبلة ديال رمضان. دابا هذا المسمن هذا ضروري خصو يكون عندنا في الطبلة ديال رمضان، هذا والمسمن ديال الثوم اللي معمر. هذاك اللي درنا هذاك يا سلام من الحوايج اللي ما كيخطروش المائدة ديال رمضان. ضروري في رمضان. ضروري تجربوه. بالصحة والراحة وجربوه وردوا علينا. وغادي يكون معتمد عندكم إن شاء الله. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، يقرع الجرس يوصلو الجديد، وحطوا تعليقات ديالكم، ارسلوا لنا كذلك التطبيقات ديالكم، وحطوا اعجاب. يلا بالصحه والراحه.